صباح الخير واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم استراحه. من دفاتر وحسابات وارقام اللي ممكن يكون عنده عياده وكشوفات وكتير مشغول في العمليات، وممكن كمان يكون عنده قضايا ومرافعات، لكن بالليل ممكن تقابله وتقول له ممكن لاخر الشارع معاك علشان في الاخر تديله جوز جنيهات، وممكن يكون بيحمل مصر اسكندريه او منه يسترزق ومنه يشم هوا شويه. لكن يا ترى أني شغلة في الاتنين حبيبها أكتر وهيكمل فيها؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. لكن في البداية أحب أرحب بزميلتي سمر. صباح الخير يا سمر. صباح الخير يا داليا، عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. صباح الخير يا موري. صباح الخير مشاهدينا الاعزاء. النهارده معانا ميك اب ارتست جميله جدا هتفيدنا كتير، موري مرزوق. صباح الخير. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا موري، منورانا. منورك، صدقيني شرف ليا ان انا اطلع معاكم النهارده. حبيبتي تسلمي يا موري. طبعا بقى النهارده يا موري بصراحه احنا مستنيينك لاني اكيد هتفيدينا كتير، فحابه كده اسالك بقى في البدايه قبل بقى ما نعمل ميك اب ونعمل اي حاجه، ممكن قبل ما نحط الميك اب نداري عيوب البشره ازاي؟ لو عندي مسام واسعه، لو عندي هلالات سودة، لو بعد المناسبات الجميله كده تلاقي حبايه طلعت لك ما تعرفيش منين. لا ده وانتي بتعملي الميك اب عشان نازله. يعني بتحصل لك مواقف حلوه قوي. ممكن نداري ازاي؟ اول حاجه في حاجه اسمها كوركتر، ده بيبقى 5 الوان بس احنا بنستعمل منهم 3 الوان بس. اول لون بيبقى الاورنج، ده الهالات والتاتو واي حاجه غامقه. وتاني حاجه الاصفر، ده الكدمات والحاجات الحمراء. وتالت حاجه الاخضر والحبوب، الاخضر والحبوب الحمراء واي حاجه محمره في الوش، التهابات كده. لكن المسام الواسعه دي بتبقى في الاول خالص بعد البرايمر، بنحط لوس باودر على الحته دي كده قبل ما نبدا طبعا نحط اي حاجه، بنحط لوس باودر وندخله جوه الجلد جامد قوي لحد ما البشره تمتص. طيب جميل، كويس جدا. شوفي يا موري، بما ان انت معانا النهارده انت اول واحده لازم تتسالي السؤال ده، انت بتحبي شغلتك؟ جدا طبعا بحبه جدا، ويعني في ناس ليهم فضل عليا هم اللي شجعوني ان انا اوصل للي وصلت له ده. طيب. اول حاجه طبعا جوزي هير دريسر طبعا شعر، وتاني حاجه ميك اب ارتست سلوى نصيف في الغردقه، وتوامي انجي ميك اب ارتست. ما شاء الله اتنين توام صح؟ طبعا. ربنا يخليكم بعض، ربنا يخليك. طيب عايزه اقول لك يا موري، انا عشان اختار فونديشن مناسب لبشرتي ممكن اختاره ازاي لو انا محجبه، ولو انا بشعري هختاره ازاي، وافهم بشرتي ازاي يعني برضه، يعني افهم بشرتي ازاي عشان برضو اختار فونديشن مناسب لدرجه لوني. اول حاجه لو انت محجبه بتختاري من الحته دي، تمام، بتختاري درجه او لازم تختاري اقل من درجتك درجه علشان لما تعملي وخلصي هديكي نفس الدرجه بتاعت بشرتك. يعني الناس بتعمل تيست هنا دايما؟ لا هنا هيديك الدرجه بتاعت هنا اقرب للبشره. ده اقرب للبشره بالظبط، ده لو انت محجبه. لو انت مش محجبه بتبقى في الحته دي في الرقبه. بالظبط، يبين لك الدرجه بالظبط، وبرده نفس الكلام. تمام. طيب قولي لي لو عايزه اعمل ميك اب للصبح للنهار، ايه الحاجات اللي ينفع اعملها وايه الحاجات اللي ما ينفعش اعملها خالص؟ اول حاجه ما ينفعش تبعدي عن الجليتر والالوان الفاتحه، لازم تبقى الوان هاديه وروج هادي قوي، وبلاش هايلايتر لان الهايلايتر مع النور قوي بيبقى ضارب قوي. فلازم حاجات هاديه. تمام. طيب بصي بقى، في بعض البنات وانا كنت منهم يعني، بس الحمد لله عرفت الموضوع ده مؤخرا، اني اما بنيجي نحط الكونسيلر تمام، طبعا انت عارفه ان الحته دي رقيقه قوي فبيبقى ليها تعامل خاص. لا احنا بقى بنحطه، عارفه انت بقى بنكون مستعجلين احيانا واللي هو عايزين ننجز، فبنحطه بطريقه غلط فده بيسبب تجاعيد. ايه بقى الطريقه الصح اللي انا ممكن احط بيها الكونسيلر عشان يعني اتفادى اي تجاعيد او خطوط تطلع لي؟ اول حاجه هو الفونديشن نوعين، نوع فيه نسبه زيت ونوع بينشف، فلازم تختاري لو واحده عندها خطوط لازم تختار نوع بينشف علشان ما يخططش معاها، ولازم كمان تبقى باصه فوق لحد ما تحط اللوز باودر بعدها ب5 دقايق علشان لو باصت تحت الخطوط هتظهر على طول. تمام. ده الكونسيلر. الكونسيلر تمام. لازم يكون بينشف. طب انا بقى احطه افرده كده ولا بيبقى بطبطبه؟ انا بحس ان انتوا يعني بتدلعوا بعض. لازم تدلعي البشره، ليهم طريقه معينه كمان في التوزيع. أيوة. في الكريمات والحاجات دي ما بتقول لك لازم تدلعي البشره عشان البشره تدلعي. ايوه طبعا. طيب في حاجه بقى يعني برضو بنعاني منها او اكتر البنات بتعاني منها، عايزين نضحك على الايلاينر، يعني دايما بيعذبنا عشان اجي احط ايلاينر تحس اني العين دي، لا الشرطه دي طويله، لا دي مش مظبوطه، لا دي مظبوطه. لا هو في كمان يا سمر عين تليق مع الايلاينر وعين صح. لا
ده حقيقي. صح كده؟ صح جدا. هي كانت لسه بتقولي الموضوع ده واحنا في الكلام. حضرتك العين اللي تبقى عايزه ايلاينر جامد جدا اللي هي الجاحظه اللي هي طالعه لبره بتبقى عايزه ايلاينر عريض. عكس العين عكس العين المبطنه طبعا ما ينفعلهاش ايلاينر تماما لانها هتبقى عباره عن عين كلها ايلاينر مش هيبقى باين فيها هتوسع اي حاجه. هتكبر قصدك زياده يعني؟ لا مش هتكبر. هتدارك جفن كله هيبقى عباره عن ايلاينر باين بس مش هتبين اي ايشادو فيها. طيب هي اللي رسمت عينه زي ما انت بتقولي بتبقى ما عندهاش جفن قوي او مش اللي هي اللي انت بتقولي عليها دي ممكن يحطوا في ناس بتحب الايلاينر. انا عن نفسي بحب الايلاينر جدا يا موري. هو عادي فممكن نحطها بشكل رفيع بالظبط اللي هو خط يعني بسيط جدا يعني فوق خط الرموش كده حاجه بسيطه جدا. تمام. طب حلو قوي. طيب يعني الكونتور بقى داليا بتستعملي كونتور يا داليا؟ يعني بصي هو ده السؤال الجاي. بتعسلي يا داليا مش محتاجه كونتور. ربنا يخليكي يا سمر. هو لو حد عايز يصغر مناخير يكبر شفايف يعني ايه اللي ممكن نعمل ايه؟ وجبين مثلا في بنات بتعاني قوي من حته الجبين دي ف بصي حضرتك اول حاجه العيون هي اللي بتحدد لك الكونتور بتاع المناخير علشان في عيون متباعده ده بتقربي بالكونتور جامد قوي في عيون يعني متقاربه قوي فبتحطي مثلا كونتور بسيط قوي لانك لو قربتيها على بعض هتحولي. فلازم على حسب العين والقرة دايما على حسب ما هي طالعه نقصرها شويه او العكس. طب في الوان بتستخدميها معينه للجبين او الدقن؟ في ناس بتنحت كده تحسي ان الحته دي او الحته دي بتبقى ظاهره قوي يعني طبعا. بصي ده بيبقى يعني مرتب على البشره في بشره طبعاً. بتبقى مدوره فلازم بناخد الكونتور كده علشان ننحف البشره. في البشره اللي هي بتبقى يعني الوش المدور ده اصغره شويه قصدك طبعا الوش الصغير بتعملي الكونتور كده بحيث ان انت تعملي لها خدود. بالظبط. تمام. ده بيبقى بعد الفونديشن. انا استخدمه والله بعد الفونديشن. بعد الفونديشن بحطه برده طبطبه برده كده كل حاجه. طب طلعي البشره. حاضر يا مولا. طب بما ان احنا بقى لازم ندلع البشره وكده انت في الشتاء دايما تحسي بجفاف في البشره سواء اي نوع من انواع البشره بتلاقيها ناشفه مهما كان كريمات ومش عارف ايه. طب قولي لي بقى نوع ماسك يمشي للجفاف ده. بصي هي في ماسك انواع كتير قوي بس لازم يبقى مكتوب عليها مايل للبشره الدهنيه والجاف الاثنين. فده اللي بيمشي معاها. لا انت كده بتكلميني على كريمات جاهزه من السوق. انا بتكلم على حاجه في البيت. بصي يعني احلى حاجه انا بحبها وبفضلها الزبادي البلدي مع الخيار. الزبادي ده جميل قوي. الزبادي مع الخيار ده جميل قوي. ده ينفع للاثنين. اوكي. وتقريبا البن ايه رايك؟ البن ده سكراب يعني بحبه قوي بس مش قبل الميك اب لازم يبقى قبلها بيوم على الاقل. وبيبقى شرب الميه كتير يا داليا برضو بيساعد قوي على موضوع عدم الجفاف. هو الشتا بقى يا سمر يعني بينشف البشره. تشربي اي حاجه اعملي اي حاجه طبعا. برضو في الشتا الميه مفيده جدا جدا. الميه طبعا مفيده جدا لحاجات كتير طبعا. طيب عايزه اقول لك لو انا بنت في الجامعه او لو انا حد مستعجل انا دايما كسمر ببقى مستعجله دايما في كل حاجه فانا عايزه احط ميك اب ناتورال كده بسيط ما يبقاش كتير يعني وسريع ممكن ايه وايه مثلا يغنوني عن بقيه الماتيريال الكتير اللي انا ممكن احطها بقى لو انا رايقه يعني. بصي اول حاجه بتحطي فونديشن الماتيريال بتاعته يعني خفيفه جدا التغطيه بتاعته خفيفه جدا مع تين مع روج هادي جدا مع ايلاينر. طيب يا موري بقى وانت بتكلمي كده اشرحي لنا على الموديل الجميله دي. بسنت ازيك يا بسنت؟ اهلا بيكي. احنا خدنا كلام ونسينا نرحب بيكي من الاول الحلقه. اهلا بيكي يا بسن. طيب موري يلا علشان الوقت بس احنا دلوقتي هنشوف بقى الحاجات اللي هنكملها. هي موري طبعا جهزت بسنت قبل الفقره علشان ايه دي الوقت بس وكده وتشوفوها في الشكل النهائي دلوقتي. لا يا ما كمان ممكن تقول لنا انت عملتي ايه؟ انا هي بشرتها طبعا صغيره ما حطيتلهاش كونتور حطيت لها بلاشر كريمي. تمام. وهحط لها الكونتور دلوقتي وحطيت لها فونديشن وحاجات بسيطه جدا يعني عامله لها لوك عريسي اللي هو مش بتحب ان هو افوره فاهمه. تمام. احنا دلوقتي يعني هنعمل الكونتور. تمام. الكونتور ده معاه مشاكل. هي عندنا الموديل الحته دي صغيره. تمام. فما ينفعش ان انا اصغرها قوي ينفع ان انا اصغر تحت لان عندها تحت كبيره قوي شويه. ايوه ايوه. طب يا موري انت كنت بتقولي لنا كده يعني مفاجاه قبل الحلقه لمشاهدين برنامج استراحه يعني.
طبعا اي حد هيجي يقول لي انا شفتك في برنامج استراحه ليه يعني نص الثمن في العروس على طول نص الثمن طبعا. يعني ده عرض مميز لمشاهدين برنامج استراحه يعني صح كده؟ مفيش حد عامل كده عملكم؟ لا طبعا 50% 50% خصم على اي حاجه هتعمليها صح؟ طبعا. لا حلو قوي. وبعدين الميك اب ده انت بتقولي الميك اب عروسه صح؟ طيب حلو عروسه بس اللي هي ايه طالباه هادي قوي. فعلا لان لازم تعملي اللي هي عايزاه مهما عملت لها على اقتراعك انت بتبقى مش مرتاحه مش مبسوطه. لازم 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 انت اللي لازم هي اللي تكون طالبه الحاجه اللي بالزبط. هي عايزاها بالظبط. وانا هحط التاتشات بتاعتي بقى. تمام. وطبعا انت اكيد بيبقى ليكي نظره هل ده يليق ما يليقش البشره دي فبتنصحيها بالحاجات دي طبعا صح؟ احنا كده هنحط الكونتور. هي وشها صغنن مش محتاج كونتور قوي أصلاً. بس ايه هنبرز الخدود. اضحكي بس انت واحلى حاجه الضحك معانا صور يا بموري ليكي ولشغلك. دي بسنت قبل الميك اب حلو جدا. لا يعني لما يشوفوا اللوك النهائي الموضوع هيختلف. هي بسنت كان فيها عيوب في بشرتها بس احنا طبعا درينا كل ده اكيد بالكوركتر اللي انا قلت لكم عليه. ده اللي بيتحط قبل الفونديشن خالص صح؟ قبل الفونديشن خالص. ايوه. طب حلو جدا. وعلى فكره الميك اب هادي قوي يعني مريح للعين. حلو ده يا ميوي. قالوا لي ايه دي عروسه؟ عروسه. حلو قوي. دي عروسه كانت طالبه هادي قوي وهي كانت اموره اصلا فما حبيتش اضيع ملامحها حبيت ابرزها اكتر. جميل. ايوه ما هو دي بقى الخبره اللي بتفرق الميك اب ارتست عن غيرها ان هي طبعا تبرز الحاجات الحلوه في واخفي الحاجات اللي مش حلوه بالظبط جدا فده بيبقى حلو قوي. لا ما شاء دي الله دي بقى يعني كانت يعني كانت فيها عيوب كتيره قوي الحمد لله يعني فانت قدرتي تداري الميك اب ارتست شاطره بتداري اي حاجه بالظبط. ما هو ده بقى ده الفرق ما بينك وما بين ممكن يكون اي حد تاني. لا حلو قوي والله يا موري تسلمي يعني تسلمي جميل يا موري عندك عينيا انا هظبطك 50% برضه عينيا انت ببلاش طبعا طيب قولي لي يا موري دلوقتي البيبي كريم ايه فوائده؟ هو التغطيه بتاعته خفيفه قوي يعني ينفع مثلا لو رايحه مشوار مش هتعملي مجهود ينفع مثلا لو رايحه تصوري لكن كيوم كامل ولا كليه ولا حاجات دي لا ما ينفعش هيقطع. اوكي طيب احنا عايزين بس عشان فقرتنا بتخلص عايزين اوكي بص احنا هنحط الهايلايتر. بصي هي في ناس بتحط المناخير كلها طيب. بس هي طبعا مناخيرها طويله فما ينفعش احطها كلها احط هنا تمام طيب. واحط هنا في روج هتحطيه او حاجه طبعا طيب خلاص طيب. وانت كده يعني انا عايزه اقول لك والله يا موري انا كنت مبسوطه جدا انا وداليا زميلتي واكيد كل المشاهدين اللي بيتفرجوا معانا مبسوطين طبعا من شغلك واكيد هتشوفوا لسه الروج بقى لما يتحط ونخلص. طبعا شكرا ليك يا موري وشكرا لبسنت طبعا. ودي مش اخر لقاء ما بيننا يا موري طبعا أكيد. عندك حاجات كتير عايزه تقوليها في الفقرات اللي عندي حاجات كتير قوي ان شاء الله تبقي معانا. وشكرا ليك يا داليا كنا بنتشارك في حلقه حلوه قوي النهارده قويه. شكرا لكل الناس اللي كانت بتتفرج علينا النهارده. طبعا حابه اختم فقرتنا بمقوله كده عن موضوع حلقتنا النهارده. عندما يكون العمل ممتع تكون للحياه طعم وعندما يكون واجب تكون عبوديه. عشان كده تعالوا نتخيل نحط كل واحد في مكانه الطبيعي والشغل اللي بيحبه يشتغل اكيد هيفرق معانا كلنا واكيد كل حد فينا حياته هتتغير 360 درجه. نجاحك هيكون اسرع هتقدر تحقق السلام النفسي اللي كلنا نفسنا فيه وطبعا هتقدر ترسم السعاده والبسمه الجميله هتنور وشوشنا واحنا في شغلنا. طيب حابه برضو اقول خليك جريء جدا في اختيار عملك مع مراعاه مقياس نجاحك حتى لو كان عكس مؤهلك. اوكي انا عايزه اقول يعني كنت مبسوطه جدا معاكم النهارده وبما اننا الصبح بيكون معانا دايما تقرير خفيف ودمه خفيف كده ولطيف على قلوبنا عشان كده عملنا تقرير مختلف المره دي تقرير رجالي شويه حبينا نشوف اراء الرجال ايه عن موضوع حلقتنا. وكمان بما ان الفتره دي بيحصل حاجات لطيفه قوي فحبينا نسف على نفسنا قبل ما الناس تسف علينا. طبعا فقرتنا كانت جميله يا رب تكون خفيفه على قلوبكم كنا مبسوطين جدا معاكم. تعالوا طبعا فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه مكمله تعالوا نشوف التقرير هيفرق معاكم كتير. We'll be right back.
اهلا بيكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين معاكم فقراتنا. في البدايه احب اتكلم عن موضوع حلقتنا النهارده، هو عن العمل ولسه مكملين فيه، ودايما دعوه المصريين يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. بس قبل ما نخش على تفاصيل فقرتنا هنتكلم ورحب بزميلتي ايمي. صباح الخير يا ايمي. صباح الخير يا ياسمين، وكالعاده صباح السعاده عليكم يا ساده. وعدتنا في الفقره الثانيه بيجدد لقائنا مع دكتور ياسمين محمود عضو المكتب العملي للادويه بالقاهره. صباح الخير، ازيك يا دكتور؟ صباح النور، والله يعني فرحانه جدا، وصباح الفلور ياسمين عليك. صباح الخير عليك يا دكتور. يا دكتور عايزين نتكلم النهارده بقى عن قيمه العمل في حياه الانسان، ولازم تبقى مرتبطه بالعلم ولا مش شرط؟ في البدايه حابه اقول ان ديننا دين عمل، دين عمل ودين عباده، وربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الحاجات اللي نقدر نشتغل بيها طول حياتنا، لانه العمل هو اللي بيدي القيمه الحقيقيه للانسان. حتى مثلا نلاقي ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم الحيوانات اللي ليها بتشتغل ليها صور باسم سورة النحل مثلا، سورة النمل، وتلاقيها كائنات منظمه وبتعمل في، يعني سبحان الله بتحس ان هم عندهم تيم ورك وعندهم تارجت بيعملوه وعندهم تايم مانجمنت. ربنا يعني حضرتك ان هو ربنا خالق لكل واحد لسبب او لعمل معين. بالظبط، ان احنا دايما ربنا بيهيئنا للعمل اللي احنا بنعمله. حسنا على العمل وكل اعماله فسيرى الله عملكم. بالظبط، هو العمل عباده على فكره، اللي ما بيشتغلش ده في الدين حاجه مش يعني لا غير مستحبه، يعني اللي لا يعمل لازم يكون عنده رخصه، يعني لازم يكون عنده رخصه ان هو مثلا كبر في السن، ان هو عنده مثلا اصابه ما، ذوي الهمم، دول الوحيدين اللي عندهم رخصه ما يشتغلوش، لكن غير كده لازم كلنا نفضل نشتغل. في علاقه يا دكتور بين صحه الانسان وبين العمل اللي بيعمله؟ كل ما الانسان صحه الانسان هي الكنز اللي ربنا وهبه له، وعشان يحافظ الانسان على صحته لازم يشتغل. يعني حتى الناس اللي ما بيشتغلوش تبصي تلاقي يروح الجيم، يروح يعمل حرفه بيحبها، يعمل هوايه بيحبها، حتى كبار السن يلعب تنس. بالظبط، الصلاه نفسها، الحركات اللي احنا بنأديها، ما ده جزء من العمل. ومن هنا بقى بتيجي حكمه ربنا ان هو خلالنا الصلاه في وضوء قبلها وبعدها اثناءها حركات معينه، مجهود التزام. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، ما هو اللي بيلتزم في الصلاه بيلتزم بعد كده في اي شغل بيقوم بيه. صحيح فعلا. طب في تقنيات معينه للعمل نقدر نقوم بيها؟ في حاجات بتساعدني على العمل، كل ما اكون شغال في بيئه كويسه، بيئه هيلثي، بقدر احقق نتائج احسن. اي عمل في الدنيا انا لازم بيكون لي تارجت، لي هدف، فانا بحقق الهدف ده اسرع وفي وقت اقل لو انا بحب الشغل ده اولا، تاني حاجه لو الناس اللي معايا بحبهم، ولو البيئه اللي انا بشتغل فيها هيلثي. تمام. في تقنيه مثلا انا حابه اقولها، ابتكرها طالب سنه 1980. الطالب ده كان بيذاكر، فكان نفسه ان هو يعني ما يشتتش. الطالب ده كان اسمه فرانسيسكو سيراليون، ابتكر تقنية اسمها تقنية البومودورو. بومودورو دي بالإيطالي يعني الطماطم، حبة الطماطم. بومودورو ليه بقى؟ لأنه كان عنده منبه على شكل طماطم. فهو يعني من وقتها، والتقنية دي حتى الآن بتطبق، إنه إدى نفسه فترة 25 دقيقة تركيز شديد جدا وقوي جدا، ويبدأ بعدها يدي نفسه ريست 5 دقايق، اللي هو افصل يفصل يعني فاصل كده ويواصل بعديها. الخمس دقايق دول بيعمل فيهم ايه؟ بيعمل فيهم حاجه بتحفزه وبتخلي مخه يستعيد نشاطه، مكالمه تليفونيه، يتفرج على حاجه بيحبها مثلا، يتابع ماتش، ياكل حاجه بيحبها، يشرب كوبايه شاي، وبعدين يبدا 25 دقيقه ثانيه. يعني لان مخ الانسان ما بيقدرش يستوعب اكتر من 25 ل 30 دقيقه فعلا، بيفصل بعدها. كمان طلاب الثانويه العامه تلاقيهم بفتره يقول لك ايه، انا مش قادر، المواد كلها دخلت في بعض. لان هو دايما الطلاب اللي بينجحوا تلاقيهم عاملين تايم مانجمنت كويس، هم اللي بيستخدموا التقنيه دي. واثناء التقنيه دي حابه اقول فيها انه انا اثناء تركيزي ابعد بقى، دي بقى حبايبي الطلاب، ابعد الموبايل، ابعد وسائل التواصل مع الناس، حتى لو حد عايز مني حاجه بستاذنه، استاذنك 20 دقيقه او تلت ساعه وهرجع اتكلم معاك تاني، فما يقطعش التواصل ما بينه وما بين نفسه وما بين عقله عشان يقدر يركز وينتج احسن. طب فيه بيتم، هل بيتم التكافؤ بين الراجل والست في الشغل؟ يعني دايما نسمع، دايما نسمع وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه، ليه مش معاه؟ ليه مش جنبه؟ انا بقى هكون متحيزه، انا معاكي في التحيز للستات، يعني انا متحيزه لانه الستات بصراحه عالميا نسب الستات اللي بتشتغل بقت اعلى كتير. عندنا في مصر السيده المعيله والست اللي بتشتغل نسبهم بتتزايد لظروف اجتماعيه معينه فعلا. وللاسف
مش عندنا بس، حتى عالميا في الدول الاجنبيه رواتب والفيز والاكسبنسز بتاعت الستات بتبقى اقل شويه، واعمالهم عاده بتبقى مجهده. طبيعه الست نفسها ان هي عندها مختلفه عن الراجل، وبتعرف تعمل حاجات كتير في وقت واحد. بالظبط يا ايمي، الست دايما مالتي تاسكينج، يعني الراجل ياخد مهمه هيأديها كويس جدا. طبعا الراجل فيه حاجات مجالات بصراحه ما نقدرش يعني مثلا قياده مثلا تريلا، الاعمال اللي بتحتاج جهد بدني، القوه العضليه. بس صدقيني لو الست اتحطت في مكانه هتقدر تعمل ده، لان احنا بقينا نشوف دلوقتي نماذج للستات بتقوم بحاجات الرجاله زي سواقه الميني باص والحاجات الكتير اللي هتقدر تعملها. هتلاقي الموضوع دوت اكسيدنتال، يعني مش هتلاقيها القاعده العامه. لكن الستات بقى في حاجات ثانيه الرجاله ما يعرفوش يعملوها، لانها مالتي تاسكينج، بتقدر تعمل كذا حاجه في نفس الوقت. يعني سكرتيره ما تلاقيش ابدا حد سكرتير ناجح يكون راجل، حد ينظم الوقت ومواعيد الوقت فعلا. المدرسه المدرسه تقعد مع 40 طالب وتاخد بالها من كل طالب بيعمل ايه. الام ذات نفسها تشتغل كمان بره وجوه، الام دي يعني شغلانه صراحة، هو شغل هي من اول ده يعني انك انت تو بي ا ماذر، ده كونتينيوس بروسيس من العمل، ده شغل مستمر طول حياتك. تتعب يعني فعلا شغل جوه وبره، يعني الست فعلا لازم نحييها من خلال فقرتنا النهارده. تحيه طبعا لكل السيدات المصريين. طيب في ناس كتير بقى بيشتغلوا حاجات هم مش بيحبوها، ازاي نقدر نقول لهم دلوقتي مثلا يعني يتكيفوا ازاي مع الوضع ده وننجحوا من خلال العمل ده هم مش بيحبوه؟ حته التاقلم على الشغل والتكيف مع الشغل دي اهم ميزه بتميز الموظف الناجح ما بين زمايله. طب يتاقلم ازاي؟ يتأقلم لأنه مش دايما حظنا بيوقعنا ان احنا بنشتغل حاجة بنحبها او نشتغل مع ناس بنحبهم. فخليني طول الوقت اجنح كده للسلم واكون بشتغل في بيئة من السلام. التأقلم، ان اكون متأقلم، ما بقاش دايما يعني رأيي في دماغي بس، دايما يكون عندي قابلية للفلكسبيليتي، فلكسبيليتي كده ومرونة وتيم وورك، واشوف زملائي. الحاجة التانية، كل جروب عمل هتلاقي مثلا شخصيه مثلا شويه ترابل ميكر بيعمل مشاكل. قدر الامكان ما ابداش انا المشكله، وقدر الامكان لو لقيت مشكله نعيد الجو تاني للسلام عشان نقدر ننتج، عشان ده في النهايه شغلنا كلنا. الحقيقة فعلا بيبقوا رايحين الشغل الصبح، عايزه اقول لك تكشيره بطريقه مش طبيعيه على الصبح، يعني ان هم رايحين يقابلوا العمل ان هم مش حابين زمايلهم ومش حابين العمل كله. بالظبط. فانا الحته دي بقى فيها تريكي مايند شويه، يعني اضحك على مخي بقى او يعني احنا مش اطفال، بس دايما هتلاقي الاطفال اللي هو ايه بنعملهم دبلوماسيه، قدر الامكان دبلوماسيه، وما ابداش خلاف مع الناس التانيين، ولو بدا خلاف احاول بسرعه ارجع للبيئه الهيلثي، بيئه السلام، بيئه الاستقرار، عشان ده شغل نقدر نستمر في الشغل. ازاي اقدر اتعامل بقى مع المنافسين؟ يعني في منافسين معايا في العمل، ازاي اقدر اتعامل معاهم؟ طيب اي شغل احنا بنشتغله هيكون فيه منافسين. أكيد. دايما الشركات حتى الكبيره تبصي تلاقي ان هم في تنافس، شركات مثلا الشامبو، شركات اي شركات بتقدم اي خدمه، حتى على مستوى الحاجات اللي بتقدم خدمات بسيطه او تقيله، في يعني اعداء النجاح، وفي اعداء نجاح. بس هي الفكره كلها ان التنافس، التنافس الانترنال وفي اكسترنال، اكسترنال هو شركات ثانيه. لكن اوقات في شغلي بيبقى في تنافس ما بين الزملاء، ده الى حد ما بيكون كويس وبيكون صحي، التنافس الصحي، بس ما يجرنيش لمشاكل، وبيبقى تنافس عارض وقتي لوقت معين وخلصنا شغلنا وخلصنا نرجع كويسين. ده بقى دور المدير الناجح ان هو دايما يخليهم يحبوا بعض، لو في مناسبات اجتماعيه، لو في مناسبه عند حد، روح كويسه بين الناس، روح ايجابيه ما بين الناس. تمام. واسباب الفشل بقى، في ناس كتير كده بتفشل انها ما تلاقيش شغل، يقول لك ما اني شغل كتير ويقول لك مش لاقي شغل. هو طبعا العمل اللي هو الشغل ده continuous process، عمليه مستمره، عمليه مستمره من وانا صغير، من وانا بتعلم، من وانا بصحى الصبح، من وانا باكل هاكل ايه وانا رايح شغلي. في اشغال بتحتاج اكل تقيل شويه لو هي فيها مجهود بدني، لو في اشغال بتحتاج حاجات الفطار ده لازم الصبح عشان اعرف اكمل اليوم. تمام. ده اهم حاجه. الفشل بقى ايه؟ ان انا ما احضرش نفسي كويس. ان انا ما بقاش ويل بريبيرد، ان انا بشتغل شغلانه ما بحبهاش. طب لو بشتغل شغلانه ما بحبهاش، لا احاول احبب بقى نفسي في الشغلانه دي لحد ما الاقي شغلانه ثانيه اقدر اشتغل. الانسان مش هيشتغل كويس ولا يبقى كرييتيف الا لو اشتغل حاجه بيحبها. طيب يا دكتور، دلوقتي احنا كل سنه طيبه وكل المشاهدين بخير ان شاء الله، قربنا على شهر رمضان. في شهر رمضان بالذات الشغل بيبقى انا مش عايزه اشتغل، ايه اللي بيحصل ده، انا تعبان. في غلطه كلنا وانا اوقات طبعا بقع فيها بنعملها، ان احنا بنعمل عكس لليوم بتاعنا. في حاجه جوانا اسمها الساعه البيولوجيه، دي الساعه اللي ربنا خلقها بينا. احنا بننام بالليل وبنصحى الصبح. المشكله بقى في رمضان، عشان طبعا شهر عباده وشهر كريم، اولا طبعا بنلخبط عاداتنا الغذائيه
وبنلخبط ساعتنا البيولوجي. فعملنا تو فيتال ميستيكس كبار جدا، ان احنا غيرنا في اكلنا وغيرنا في مواعيدنا. فالساعة البيولوجية بتاعتنا لما بنعكسها الاداء بيقل طول الوقت، حاسس ان انا تعبان وهمدان، وحتى عشان استعيد مواعيدي الطبيعيه بعد رمضان الموضوع بيبقى صعب جدا. طب ايه النصيحه اللي حضرتك تقدري تديها لشبابنا اللي هم دايما بيبقوا عايزين يعملوا في حته بتديهم طاقه سلبيه، فتنصحيهم بيه بقى عشان نحول الطاقه دي لطاقه ايجابيه؟ دايما احاول الطاقه السلبيه دي انه ابعد عن الاشخاص السلبيين، لان هم هيجروني المشكله، فقدر الامكان ابعد عن المشاكل. التوافق احاول اكون متوافق معاهم في حته، اعلم نفسي بقى الدبلوماسيه. حتى الدول الاعداء بيكون في حروب ما بينها وبتلاقي في دبلوماسيين، ايه دول الدبلوماسيين؟ ان هو بالطريقه دي، مش هنقول ان احنا مفيش طبعا يوتوبيا او مفيش كده بيئه خاليه تماما من المشاكل، لكن قدر الامكان. سعيدة معاكي جدا يا دكتور. ميرسي يا فندم، شكرا. سعيدة معاكي يا امي. من جدة وجد ومن زرعة حصد، ولكل مجتهد النصيب، اعمل وسيبها على ربنا. كنت سعيدة معاكي يا امي. شكرا. في الختام خير الكلام ما قل ودل. افضل طريقة عشان تشوف عملك تخيل ان انت ممكن تعيش في يوم من غيره. وبكده تكون خلصت فقرتنا، لكن فقراتنا لسه مكملة. هنروح لفاصل ونرجع هوا على الفقرة الفنية وزميلي بلال عبدو، استنونا. غصب عني غصب عنك، ضعف مني ضعف منك، المهم احنا افترقنا، ما كانش تاني بديل غير حيرتنا وغير ودعنا، غير عذابنا في نار دموعنا، غير سهرنا في الليالي والجرح والويل والجرح والويل. صعب تاني نحس بعض، صعب نفهم تاني بعض، ده احنا تهنا في ليل وبعض، ضعتي مني وضعتي منك. صعب تاني نقول نعود، كل شيء فينا وراح، الاماني والوعود غيرت لونها الجراح، غيرت لونها الجراح. كنت جنبي ومش معايا، كنت مش همك هوايا، كنت ظالم قلبي دايما، كنت جاي عليك. أيوة جرحي في قلبي طول، أيوة ما قدرتش أكمل، أيوة كان لازم نهاية، كنت هعمل إيه؟ كنت هعمل. صعب تاني نحس بعض، صعب نفهم تاني بعض، ده احنا تهنا في ليل وبعض، ضعتي مني وضعتي منك. صعب تاني نقول نعود، كل شيء فينا وراح، الاماني والوعود غيرت لونها الجراح. نحلم على كفنا، نغلب عذاب خوفنا، نرسم على كفوفنا قلب وسهم ترمى، ما يهمناش الليل ولا ألف جرح وويل، طول ما الحياة بتميل نعدلها واحنا سوا، كل الجراح بتعدي والعمر راجع وردي، كل الجراح بتعدي والعمر راجع وردي، يبقى احلم على قدي وكل حلم حدود، قادر اكون وحكون عاشق بحب الكون، والأمنيات واللوم
والفجر لما يعود نحلم على كفنا، نحلم على كفنا نغلب عذاب خوفنا. والنهاردة بنتكلم عن حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، ودايما العمل اللي احنا بنحبه بيبقى جزء من أحلامنا. علشان كده أنا سعيد جدا بالبداية اللي احنا بدأناها مع بعض في الفقرة الفنية الأخيرة، وبمناسبة بقى حلو الحلو بكل خصاله إلا دلاله ما يعجبنيش، فأنا معايا النهاردة مطرب شاب جميل اسمه أحمد الحلو. صباح الفل يا أحمد، إزاي؟ صباح الخير يا أستاذ بلال، أنا سعيد بجد إن أنا معاكم في البرنامج النهاردة، وشرف لي إن أنا أول ظهور لي على التلفزيون يعني، وحاجة مشرفة بجد. أنا سعيد بوجودك، وتعال علشان نبتدي فقرتنا كده بسرعة وعلشان الوقت ما ياخدناش، كلمني كده أنت. يعني طبعا بسم الله ما شاء الله كنا بنسمع أغنية لأحمد من شوية يعني متصورة، وسمعناك دلوقتي وأنت بتغني، ولسه هنغني حاجات تانية مش فؤاد بس يعني. قول لي كده البداية جت إزاي؟ والله البداية حضرتك أنا من صغري وأنا بعشق الغنى وكده، ويعني دي موهبة من عند ربنا وكده، فحبيت انميها وكده، فقعدت يعني اغني في افراح وفي حفلات وكذا فرح يعني كنت بروح كده، فحبيت الموضوع جدا ودخل في دماغي، وقلت لازم اسعى عشان اوصل لحلمي. فيعني كل واحد يعني يكون عنده حلم لازم يسعى وراه عشان يحققه، عمره ما حد هيبقى قاعد والفرصه تجيله، لازم تسعى وتتعب عشان توصل لهدف. حلو قوي، متاثر انت بفؤاد قوي ولا بتقلد فؤاد؟ مش بقلد ولا حاجه والله، يعني دي موهبه من عند ربنا. يعني كل اللي بيسمع يقول ده انت بتقلد ومش بتقلد، لا يعني مش حاجات بتقلد، لا انا بغني لاي حد، وهتسمعوني النهارده بغني لاي مطرب او مطربه يعني بيطلع بنفس الصوت، انا مش بقلد يعني، دي حاجه ويعني شرف لي ان انا صوتي زي النجم محمد طبعا يعني. طبعا يعني تحياتنا للنجم الكبير طبعا محمد فؤاد. قول لي طب مين اللي شجعك في البدايه بقى لما جيت تاخد الطريق ده؟ والله اخواتي وخالد وسامي ونورا وسناء وجميع يعني، وبعض اصدقائي كانوا بيشجعوني ودايما واقفين جنبي وابويا ومامتي يعني كويس. وكل الدعم ليهم في المجال يعني. في حد يعني ممكن تكون اتعرفت عليه خد والله يعني ان انت تعمل حاجه؟ انا عارف كمان انه احمد يا جماعه بيغني وبيمثل مش بيغني بس. هو بالنسبه للغنى هو في يعني حاجه كده كبيره مخبيها يعني هطلعها بس مش دلوقتي، عامل ان شاء الله مهرجان مع النجم العالمي استاذ اكرام السبكي، فلسه بنختار المهرجان اللي هنعمله يعني هيعمل ترند باذن الله يعني، ومخليها مفاجاه يعني لكل الحبايب. مهرجان بمناسبه ما هنعمل بمناسبه المهرجان اللي ماشي دلوقتي، مهرجان هو ده اللي ماشي دلوقتي، ده اللي ماشي دلوقتي المهرجانات اللي ماشيه دلوقتي. يمكن احنا قلنا قبل كده طبعا مع احترامنا الكامل لكل الاذواق الفنيه، لكن هو احنا اختلفنا دايما مع المهرجانات، وده ما فيهوش يعني دي مش حاجه عيب ان احنا نقولها يعني، لا اختلفنا دايما مع المهرجانات هو في الكلمه، في الكلام مش بيتقال. مشكله حتى لو شبه بعض مش مهم، هو في كلام بيتقال ممكن يتسمع وفي كلام ممكن ما يتسمعش يعني، كل واحد يعني بيغني الحاجه اللي هو بيحبها، وفي ناس بتسمع اراء يعني اراء الاغاني مثلا يعني، في اغاني رومانسيه بيحبوها وفي بس دلوقتي اكتريتهم بقوا داخلين في المهرجانات يعني حاجة حلوة بقى. حلو، طيب لحد ما نبقى نسمع المفاجأة المهرجانات إن شاء الله، وإن شاء الله تعمل حاجة كويسة. يا رب. أنا بالمناسبة أنا واحد من الناس عملت مهرجان قبل كده، بس كنت عامله في عيد ميلادي يعني بسف على نفسي كده وبهزر مع نفسي، فهي الفكرة دايما في الكلمة، لكن إحنا مش معترضين على المبدأ العام. طيب تعالى نطلع بقى بره فوقش وتغني لنا حاجة كده مثلا لوردة مثلا. حلو، يلا بينا. لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة، لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفرد جناحي عالهوى زي اليمامة، وأطير وأعرف رف الفضاء وهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وانا بخاف الملامة، وانا بخاف الملامة وأهمل الملامة. يعني طبعا يا جماعة هو مش بيقلد فؤاد، هو ربنا كرمه بموهبة وملكة يعني شبه فؤاد شوية.
حلو قوي. طيب غير الغنى بقى، انت يا احمد انا عارف ان انت ما شاء الله انت كمان بتمثل وشاركت قبل كده في مسرحيات وشاركت كمان مع نجوم كبار وهتشارك كمان الفتره اللي جايه، كلمني عن ده اكتر بقى. والله حضرتك انا يعني زي ما انا مدرب جمباز ومدرب كونغوفو مع المدرب العالمي الكابتن احمد زينهم، افضل مؤسس جمباز طبعا في المحله الكبرى، وغير كده ان هو حكم دولي هنا في القاهره برضك في الجمباز والايروبيك، فحبيت انا الموضوع اللي هو الاكشن وكده، يعني كنت طالع بطولات وكده فاتجهت للقاهره للاستاذ المنتج عصام مصباح صاحب شركه النجوم للانتاج الفني السينمائي. فلما عملت اوديشن قدام حضرته حركات يعني وتمثيل وكده فنجحت بنسبه 90%. حلو. فوقف في ظهري وساندني يعني، واي واحد عنده موهبه ما يسكتش على نفسه يعني، اتجه للنجم الاستاذ عصام مصباح المنتج العالمي، وحضرتك هو ممثل مسلسلات اللي هي ودافشني ومسلسل مع نور الشريف، مسلسلات كتير يعني، هو منتج عظيم بجد. انت داخل ايه بقى؟ انت داخل ايه الفتره؟ انا عملنا مسرحيه من قيمه اسبوعين اسمها الورشه، كان يحضرها النجمه العالميه الاستاذ عايده رياض. جميل. والنجم المنتج العظيم عصام مصباح والاستاذ اكرامي السبكي المنتج لتوزيع الاغاني وكده، وكان يحضر الناس الاعلاميين، كان يوم جميل بجد، بس مستنيين بس من رقابه المسرحيه هتتمنتج وبعد كده تنزل على قناه النيل دراما. طيب قول لي بقى انت نفسك في ايه ونفسك تحقق ايه، يعني عايز تركز فين؟ انت ما شاء الله بتغني وبتلعب جمباز وبتمثل كمان، انت نفسك في ايه او ايه اكتر حاجه عايز تركز فيها؟ والله انا مركز دلوقتي لان في فيلم داخل فيه ان شاء الله قريب اسمه يوم الحساب مع النجم عايده رياض والنجم العالمي استاذ عصام مصباح، وتم ترشيحي من قيمه يومين في مسلسل للنجم العالمي الاسطوره محمد رمضان والنجمه هبه مجدي. يعني انت ما شاء الله في مسلسل رمضان القادم داخل بتقلك يعني في حاجات كتير، في مسلسل رمضان القادم اسمه موسى، وربنا يصلح الحال يا رب، وما فيش حاجه تيجي مره واحده، هو لازم الواحد يمشي واحده واحده عشان ربنا يعني يكرمه في الاخر. ربنا يا رب يكرمك. يعني طبعا انت قلت كلام مهم جدا خصوصا يعني فيما يتعلق بالموهبه والحلم، وان الناس لازم تركز كويس قوي علشان توصل اللي هي عايزاه. طيب علشان برضو وقت حلقتنا قول لي انت درست بقى سواء في التمثيل او سواء في الغنى درست حاجه؟ والله ده موضوع موهبه بس. لا هي دي موهبه بس، يعني كل واحد يبقى عنده موهبه لازم يستغلها. يعني انت عندك موهبه ما ينفعش ان انت تقعد يعني وتبقى ساكت، لا لازم انت تشتغل على نفسك وتدور وتروح هنا وهنا وهنا وتتعب. انا والله العظيم انا كنت بروح القاهره من الساعه 6 الصبح ارجع الساعه 4 الفجر في الساعه، وساعه كنت بنام في الشارع والله، بس لازم انا استحمل علشان اوصل للهدف اللي انا عايزه. واحنا النهارده بنتكلم يعني الكلام اللي بيقوله احمد لايق جدا على اللي احنا بنقوله النهارده، ان هو فعلا حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. طيب نتكلم تاني ولا نرجع للغنى تاني؟ ايه رايك؟ انت شايفه والجمهور شايفه. رجعنا للغنى تاني يلا. ماشي هسمعك حته عبد الحليم اهو. سمعني اللي انت عايزه. موالي موالي قول يا ليل انا خالي، لا بالي مشغول وانا مشغول على بالي، وانت يا طير السما يا ابو جينا حالي، وانفت عليك الهوى يسرح على موالي، انا ما بين النجوم سارح في موالي. جميل جدا يا احمد. طيب احنا علشان وقت فقرتنا خلصت واحنا عايزين نختم معاك، عايزين بس نقول كلمتين صغيرين جدا قبل ما نختم مع احمد، يعني نبقى بنشوف التتر كده بصوت احمد بدل ما تشوفوه بصوتي زي كل مره، اوكي؟ فاحنا عايزين نقول بس كلمتين صغيرين جدا. حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، ده مش معناه ان انت تحب حاجه ما بتعرفش تعملها او تعمل حاجه ما بتعرفش تعملها. مهم جدا الكلام ده لكل شخص بيشتغل في اي مجال، وخصوصا في مجالين مهمين جدا، الفن والإعلام. الفن والإعلام يا جماعة قبل ما يكون شغل وقبل ما يكون فلوس وقبل ما يكون بيزنس، هو في المقام الأول عبارة عن موهبة. فلو أنت ما عندكش الموهبة ممكن تدور في حاجة تانية وربنا يكون كرمك في حاجة تانية فتقدر تعملها، إنما لو ما عندكش الموهبة خالص ما ينفعش تقول أصل أنا بحب اللي بعمله علشان لما أعمله إن شاء الله ربنا يكرمني بعد كده فأعمل اللي بحبه. لا، انت ممكن تكون بتحب حاجه هي اصلا مش مناسبه ليك. صح. دي رساله اخيره. شكرا جدا ليك يا احمد، انا اتبسطت بيك. نسمع صوتك بقى واحنا بنختم، هنقول ختامنا اللي بنقوله كالعاده من دلوقتي
للحلقة اللي جاية هناخد بريك ونفصل شوية. اتفضل. أنا عندي أغنية طبيعية. أنا بدي الأغنية ديت للناس كلها وللقناة نفسها. أبويا اللي عليه مسنود حنان قلبه ملهش حدود، كبرت لسه من عطفه كأني من ساعات مسدود. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعبوا ما لا نهاية، وعن طبته حقول ايه، ده جسري من الوفا ممدود. ابويا وعزي من خيره جناح حوط على طيره، انا اللي كفايه من غيره ما كانش هيبقى